I think already lot of revelation, reinvention has happened. There are very various different type of Bollywood movies that maybe 10 years ago would never be allowed to be made. هي بتعتقد ان حصل تطوير للفيلم بوليوود خلال 10 سنوات اللي فاتت، وده ما كانش موجود. يعني هذا التطوير هو ذا التأكيد ما كانش موجود في السينما بوليوود قبل كده. لأن الجمهور بيتطور وبيتغير بسرعة في الهند. They want their big Bollywood movies, but they also want different smaller stories, real stories. هما الجمهور عايز من ناحية الأفلام البوليوود الضخمة، وفي نفس الوقت دوروا على أفلام أخرى صغيرة بموضوعات بعيدة عن البوليوود، الأفلام البوليوود المعروفة. Take me only, my next movie is a real movie with two girls, not a big movie with Shah Rukh Khan. ولذلك فيلم القادم مش فيلم باستعراضات وحاجات زي كده، انما قصه بنتين عاديتين وفيلم هينتجه شاروخ خان. If you met him, you would also always work with him. لو قابلتي شرفات حضراتي، يعني احنا اصدقاء ومشاركين مع بعض.